شوف، هؤلاء مثل ما قلت لك أغلبية الداعمين إلى ترامب هم أشخاص يعيشون خارج المدن الأمريكية. يعني شوف، المدن الأمريكية الكبيرة هي مدن ديمقراطية مثل نيويورك، شيكاغو، واشنطن دي سي، سياتل، هذه أكبر مدن، كاليفورنيا لا ننسى، لوس أنجلوس، هذه المدن معروفة هي ديمقراطية. ولكن الأمريكان البيض الذين يسكنون خارج هذه المدن، يعني في يعني أماكن مثل يعني خارج المدن، في قرى مثل ما نسميها، في مزارع، هؤلاء البيض تقريبا يعني هم يتذكرون وعاداتهم وتقاليدهم يعني وعرقهم، يقولون نحن أصحاب هذا الأرض ونحن لنا الكلمة. اللي حصل خلال هذه السنوات إنه نرى بأن الأعراق الأخرى قاموا شوية شوية يسيطرون على أمريكا، مثلا نشوف بالكونغرس الأمريكي، نشوف بالحكومة الأمريكية. ولكن هذا الانتخابات ترامب خلال 4 سنوات يعني حرض، وكان يتكلم بلغة هؤلاء ويقول لهم بأن أمريكا ظلم، يعني هذول السياسات الأمريكية من الرؤساء السابقين كانوا يأخذون حقكم، ويعني بعد سنوات ستنتهي أمركم. فهؤلاء صدقوا كلامه، وهم أيضا بالأساس هم يوجد لديهم عنصرية، يعني بصراحة أقول لك يا، وهؤلاء لا يعلمون شيء، لا يهمهم القتال، لا يهمهم القتل، يعني خطرين جدا والجميع يعلم هذا الشيء.